بيتر كول سول خلص يا جماعة. وكانت نهاية جدا جميلة ولطيفة وتليق بهذا المسلسل العظيم جدا اللي ابتكروا لنا فينوس جيليجن المشتق من عالم بريكنج باد. تدرون الغريب ايش؟ انه في ناس يقولون يا ويش النهاية الرمزية هذه اللي ما فهمنا منها شيء. شوف حبيبي، ترى النهاية ما هي رمزية ولا بطيخ، انت بس ناسي احداث المسلسل. ارجع تابع المسلسل من اول وتذكر كل احداثه لين النهاية، بتعرف انه النهاية جدا ممتازة. غير كذا يا جماعة، الحلقة اخذت تقييم 9.9 من 10 على موقع IMDb، يعني 10 من 10 بس باقي تك. لا وكمان حتى موقع الطماطم الفاسدة اللي ما اثق فيها انا شخصيا، اعطوا الحلقه الاخيره من بيتر كول سول تقييم 100%. تعرف يعني 100%؟ بيرفكت. هو ما في شيء بيرفكت، بس دي اولموست بيرفكت. بس والله بيوحشنا يا جماعه، والله بيوحشنا بيتر كول سول، اجواء بيتر كول سول. بس ليش تحزن عزيزي الوجيه؟ هاوس اوف ذا دراجون قادم، ما عاد بقي شيء. المسلسل اللي راح يرجعنا الى عالم اغنيه الجليد والنار واجواءه الجميله. بس والله يا اخي عالم بريكنج باد يا اخي ما راح يتكرر. يلا ما عليه يا جماعه، الحزن منسي والفقد زائل، كله كذا مع الايام يعني بيروح. ايش يعني يمر اسبوع من دون ما نشوف حلقه؟ يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في برنامجكم الاسبوعي شخبار هوليوود. ولكن قبل ما نبدا اخبارنا لهذا الاسبوع يا جماعه، اسمحوا لي اترككم مع الراعي الرسمي لهذا الفيديو واللي هم منصه CPX. فيديو اليوم يا جماعة برعاية منصة CBX، واللي راح تخليك يا عزيزي الوجيه تزيد من دخلك بكل بساطة أثناء ما أنت جالس تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. كيف؟ راح أجاوبك الحين. CBX راح توفر لك كوبونات خصم خاصة فيك بعد ما تسجل في المنصة، وكوبونات الخصم هذه لشركات وبراندات جدا كبيرة مثل سيفورا وباث أند بودي ونون وأمريكان إيجل وإتش أند إم وغيرهم الكثير. وأي شخص يجي من طرفك ويستخدم الكوبون تبعك راح توصلك عمولة من كل عمل عملية شراء تتم بواسطة الكوبونات تبعك. والحلو يا جماعة انه CBX توفر اعلى نسبة عمولات من بين كثير من الشركات المنافسة، وتحويلهم للعمولات جدا سريع راح يتم خلال اول 20 يوم من كل شهر. بل انه اذا واجهتك اي مشكلة او صار عندك اي استفسار او عندك اي ملاحظة، عندهم دعم فني على مدار الاسبوع وطوال 24 ساعة، وعلى الواتساب تقدر تتواصل معهم مباشرة ويحلوا لك اي مشاكل. كل اللي عليك تسويه انك تسجل في المنصة وتعبي بياناتك بالشكل الصحيح، وبعدها راح يتواصل معك في الواتساب احد الموظفين ويعلمك ايش هي آلية العمل بحيث تبدا وتنطلق في مسيرتك. الرابط وباقي التفاصيل راح تلاقوها في صندوق الوصف. سجل في منصة CBX وحقق دخل اضافي باقل جهد. فيلم توب غان مافريك يا جماعة الخير وصل. ياب وصل. وصل فين يا ابوي؟ الفيلم موجود في السينما من قبل كم شهر، تستهبل يا وجيه؟ ايوه يا جدي انا فاهمك، بس اقصد انه الفيلم وصل بجودات عالية وتقدر تتابعه الان من البيت. انت من الناس الغير محظوظين اللي مدينتكم ما فيها سينما، الان تقدر تشوف توب غان مافريك على الجوال ولا على شاشة التلفزيون ولا على البي سي. المهم انك تقدر تشوف فيلم توب غان مافريك بجودة عالية اخيرا. وفي حال انك ناسي وتتساءل هل لازم اتابع توب غان مافريك الاول اللي نزل في الثمانينات؟ الخبراء مش انا، اللي اخبر مني وفاهمين اكثر مني في هذا الفيلم وقصته وتفاصيله يقولون انه مو لازم تتابع الجزء الاول، خش على الجزء الثاني مباشره، واذا تابعت الجزء الاول بتكون حاجه مره كويسه. تحديث جديد يا جماعة حول عدد مشتركين منصات الأفلام والمسلسلات على الإنترنت. التحديث هذا للأمانة صدم عيشة أهلي. نتفليكس يا جماعة تصدرت في المركز الأول بعدد مشتركين 220 مليون شخص. يب، نتفليكس متصدرة في المركز الأول بعدد المشتركين. هذا هم خسرانين قبل فترة عدد تقريبا مليون مشترك، بس برضو ما زالوا متصدرين. وفي المركز الثاني يا جماعة راح تجيكم منصة أمازون برايم. طبيعي، طبيعي جدا إنه أمازون برايم تكون المركز الثاني. أول حاجة لأنه عندهم مجموعة أعمال كويسة داخل المنصة، وثاني حاجة سعرهم مرة كويس، 16 ريال في الشهر يا بلاش. وفي المركز الثالث يا جماعة تيجي ديزني بلس اللي ما لها فترة قصيرة من يوم تم إطلاقها بعدد مشتركين وصل إلى 152 مليون مشترك. وفي المركز الرابع منصة HBO Max بعدد مشتركين وصل إلى 52 مليون مشترك. أبل تي في يا جماعة واضح إنهم إيش، ما هم قاعدين يشتغلوا على نفسهم كويس في التسويق ولا حتى في تغذية المحتوى. أوكي عندهم أعمال كويسة، بس كتسويق وكتغذية محتوى لسه يحتاج لهم شغل. عدد المشتركين عندهم بس 25 مليون مشترك. أدري إنك تقول 25 مليون كثير، بس شوف المنصات الثانية. ومركز أبل تي في يعتبر المركز السابع، قبلهم هولو وبارامون اللي ما نعرف عنها شيء إلى الآن في العالم العربي وفي الشرق الأوسط تقريبا. حرب طاحنة يا جماعة صايرة بين المنصات، حرب طاحنة جدا. أي نعم أكرر وما زلت أكرر، ترى السينما في خطر. دوب السينما وصلت عندنا الله مستعان يعني كم سنة وممكن ما عاد نشوف سينما، ما أدري كل شيء يتغير مع الوقت.
صرح مارك رافالو يا جماعة مؤدي شخصية هولك إنه شخصية شي هولك أو هولك الأنثى راح تكون جزء من جميع أفلام أفينجرز القادمة، بل إنه حرفيا قال ما راح يكون فيها أفلام أفينجرز قادمة من دون شخصية شي هولك. ولكن الغريب إنه الممثلة مؤدية شخصية شي هولك ردت وقالت وات، معناته إنه كلام مارك رافالو ممكن يكون صح ممكن يكون كيس. عموما الحلقة الأولى من مسلسل شي هولك نزلت، أنا ما ودي أصدمكم يا جماعة، بس تم عرض مجموعة من الحلقات على مجموعة من المشاهير ومن المؤثرين ومن الجمهور من باب التسويق يعني وكذا. ولكن المخيف يا جماعة انه المسلسل اخذ تقييم مبدئي على موقع IMDb 4 من 10. مارفل الملاقيف راحوا فتحوا التقييم قبل ما يتم عرض المسلسل بشكل رسمي، وراحوا الناس قيموا المسلسل من دون ما يتابعوه، في عدد كبير راحوا يقيموه كذا من دون ما يتابعوه. انا تابعت الحلقة الاولى للامانة يا جماعة، ولا اقدر اقول انه المسلسل راح يكون عظيم واسطوري، لا، الحلقة الاولى تقول انه المسلسل بيكون جيد الى جيد جدا، مع انه المؤثرات البصرية ما زالت مزعجتني الى الان. يا جماعه احنا في 2022، ارجعوا 15 سنه ورا وشوفوا الافلام زي افاتار، وشوفوا افلام ذا هوبيت، شوفوا افلام لورد اوف ذا رينج، مؤثرات بصريه افضل من كذا ب 100 مره. احنا قاعدين نتقدم في التكنولوجيا ولا قاعدين نتراجع يا مارفل؟ ايش السالفه؟ عموما زي ما قلت لكم الحلقه الاولى تقول انه المسلسل قد يكون جيد وممكن جيد جدا. الحلقه الاولى ما هي بطاله، صح انه فيها خرشات غبيه وعملوها بشكل جدا مستعجل، بس ستيل المسلسل ما يستاهل تقييم 4 من 10 مره من وجهه نظري. المهم جلست بحبش كذا جوه موقع IMDb وادخل جوه التقييمات قرأ المراجعات، عدد كبير من الجمهور قيموا المسلسل، مسلسل شي هولك 1 من 10، 1 من 10، عدد كبير وعدد كبير مرة قيمها 10 من 10، في النص كذا 7-8 قليلين. وهذا يحطنا أمام خيارين يا جماعة، أو أمام احتمالين، إما إنه هذه التقييمات تقييمات وهمية وقريبا راح يحذفها موقع IMDb، أو إنه اللي قيموا المسلسل قيموه يعني بدون ما يتابعوه، شافوا التقييم مفتوح نشوف التريلر كلام فاضي طق 1 من 10، الله أعلم. لأنه حرفيا يا جماعة 4 من 10 مرة ما هي شيء منصف لمسلسل شي هولك، 7 من 10، 7.5 من 10 إلى الآن يعني بناء على الحلقة الأولى، لا مش 4 من 10. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات إذا تابعتوا الحلقة الأولى. مسلسل سيد الخواتم أو Lord of the Rings، أحب أقول لكم يا جماعة إنه خلاص ما عاد بقي عليه أي حاجة. لو كمان أبشركم راح تنزل منه حلقتين دفعة واحدة في شهر سبتمبر القادم. حماس مليون ولحظات الانتظار يا جماعة صارت بسيطة. كل اللي نقدر نقوله الحين يا رب إنه يطلع مسلسل Lord of the Rings قد التطلعات وقد الانتظار والحماس. تحديث جديد يا جماعة بخصوص الفوضى اللي عملها الممثل إزرا ميلر، أو مثل ما عرفناه بشخصيته في عالم دي سي شخصية ذا فلاش. لو أنت متابعنا أول بأول في هذا البرنامج راح تكون عارف قصة هذا الإنسان والمشاكل اللي مسويها. الولد يا جماعة طلع في تصريح قبل كم يوم، وتصريح جدا ممتاز ويدعو للتفاؤل أمانة. طلع واعتذر وقال انه جدا اسف على كل شيء عمله، واعتذر عن كل تصرف مزعج ومؤذي صدر منه خلال الفترات الماضيه. الوضح انه يحتاج الى رعايه صحيه ونفسيه علشان يتعالج من المشاكل اللي قاعد يمر فيها، بل انه اوريدي بدا في العلاج وبدا ياخذ موضوع مشاكله النفسيه بشكل جدي جدا. انت كذا يا إزرا ميلر 100 100، باقي بس تثبت للناس جديتك اكثر مع الايام، وعقبال نشوفه في دور ذا فلاش مره ثانيه. اي نعم يا جماعه هو اخطا وجاب ام العيد اكثر من مره، ولكن الاعتراف بالخطأ يا جماعة خطوة ممتازة، بداية جديدة جيدة. صراحة من وجهة نظري أداؤه لشخصية ذا فلاش جدا جدا رهيب، وما نقدر ننكر هذا الشيء بغض النظر عن مشاكله الشخصية وحياته الشخصية. الآدمي كممثل للأمانة مبدع. وبشكل عام بعد التصريح هذا فيلم ذا فلاش في السيف سايد، في المنطقة الآمنة، راح نشوفه بإذن الله سنة 2023 إذا مرت كل الأمور بشكل كويس، وإذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه إزرا ميلر ورجع لنا من دون أي مشاكل حلة وبداية جديدة. صرح الممثل مادز ميكلسون وقال انه في احتمال كبير ان جوني ديب يرجع لشخصيته في فيلم فانتاستيك بيست، بحكم انه جوني ديب فاز في القضية تبعه ضد امبر هيرد. لانه لو فاكرين يا جماعة تم سحب الدور من جوني ديب بعد ما بدأت مشاكله في المحكمة مع امبر هيرد، تم استبداله بالممثل مادز ميكلسون، فطبيعي جدا اننا نشوف جوني ديب يرجع لهذا الدور مرة ثانية. ولكن السؤال، هل راح يوافق جوني ديب انه يرجع للدور بعد ما تم سحبه منه ولا لا؟ المشكلة اني احب اثنين، مادز ميكلسون مرة أحبه واحترمه، جوني ديب مرة أحبه واحترمه، فإذا ظل الدور مع مادز ميكلسون الأمور طيبة، وإذا رجع الدور لجوني ديب أنا برضو مبسوط. جزء جديد من سلسلة أفلام سو الشهيرة المليئة بالرعب والدموية والعنف والأشياء المؤلمة جدا. طبعا أنت ممكن تسأل يا وجيه الجزء هذا رقم كم من أفلام سو؟ 5 6 حق زي كده؟ وين يا أبوي أنت شكلك منت متابع للسلسلة. الأفلام اللي تم إطلاقها من سلسلة سو وصلت إلى 9 أجزاء إلى يومنا هذا. الأول نزل سنة 2004، واللي قبل الأخير أو التاسع نزل سنة 2021، والجزء العاشر أو الجديد قادم سنة 2023. يعني صار
عندنا 10 أجزاء من سلسلة سو. شوفوا يا جماعة، بالرغم من أنه سلسلة سو هذه تم حلبها بكل الطرق اللي ممكن تحلب فيها شركة الإنتاج فيلم، إلا أنه سلسلة أفلام سو ما زال لها شعبية جدا كبيرة وجمهور مرعب حول العالم. أنا شخصيا أعرف واحد من العيال تابع سلسلة سو أكثر من أي سلسلة ثانية في العالم. طيب مبروك عليكم يا عشاق سلسلة سو. فاكرين السلسلة الجديدة اللي تكلمنا عنها قبل فترة المشتقة من عالم The Hunger Games؟ ياب عليك نور، انت متابعني اول باول. تم الاعلان ان الممثلة القديرة فيولا ديفيس راح تقدم دور الشخصية الشريرة في هذا العالم الجديد المشتق من عالم The Hunger Games. حلو قوي، فيولا ديفيس الأوسكارية المحنكة اللي معاها التاج الثلاثي للتمثيل وشريرة، وفي عالم The Hunger Games ديم إيوان ماكغريغور مؤدي شخصية أوبي وان كنوبي الشهيرة في عالم ستار وورز، صرح وقال يا جماعة إنه ما له أي نية إنه ينضم إلى عالم مارفل السينمائي، بل إنه حرفيا قال أنا في عالم ستار وورز ولا أفكر أتوجه إلى عالم ثاني، فيما معناه يعني. شوفوا تصريحه كذا يعتبر كلام جوته كلام، فهمه من فهم وجهله من جهل. طبعا أنا من الناس الجاهلة، ماني داري هالسالفة، بس واضح إنه يدق بالكلام، فاهمين؟ شخصية جديدة تم الإعلان عنها يا جماعة أنها راح تظهر في فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس، وراح تكون شخصية سكارلت سبايدر. ولو أنت متابع فيديوهاتنا السابقة برضه راح تكون عارف إيش هي أهم الشخصيات اللي راح تظهر في هذا الفيلم أو في الجزء الثاني، أو بالتحديد وإيش السبايدرز اللي راح يظهرون من عوالم موازية في هذا الفيلم. وأرجع وأكرر يا جماعة، في حال إنكم ما تابعتوا الجزء الأول أو بالتحديد فيلم سبايدر مان إنتو ذا سبايدر فيرس، أرجوكم تابعوه، واحد من أروع أفلام الانيميشن المقتبسة من الكوميك بوك. الحلو كمان انه ما هو مرتبط باي عالم، تقدر تتابع الفيلم مباشرة وتنتظر الجزء الثاني معانا، لا يفوتكم. مسلسل الانيميشن الشهير وان بانش مان يحصل رسميا على موسم ثالث. الانمي هذا ببساطة يا جماعة ساخر اكثر من كونه شيء جدي تماما. علشان ابسط لك فكرة هذا الانمي، ابغاك تتخيل اقوى شخصية خارقة سواء في عالم الافلام او المسلسلات او الانمي، وتحطها قدام سايتاما او قدام وان بانش مان، الشخصية دي اللي انت حطيتها قدامه راح تتصفق، راح تندق دق الكلاب. هذه فكرة الانمي ببساطة، شخصية مرة قوية مرة معضلة بشكل مرعب. انا للأمانة تابعت منه موسم واحد واستمتعت فيه بشكل مرة غريب، وعندي نية للأمانة اني اكمل متابعته اذا جات الفرصة المناسبة. اذا انت تحب الخرش والشخصيات المبالغ في قوتها لا يفوتك وان بانش مان، مرة رهيب وخفيف وراح تستمتع فيه وتضحك. روبرت دينيرو يا جماعة قبل كم يوم احتفل بعيد ميلاده 79، 79 سنة قضاها روبرت دينيرو او قضى معظمها في قمة وقلب هوليوود وعالم السينما والتلفزيون والفن السابع بشكل عام. قدم اعمال كثيرة ايقونية، بل ان معظم اقتباساته صارت جزء من الثقافة الامريكية. ممثل كبير وقدير، ونتمنى له التوفيق وكل سنة وانت طيب يا عمو دينيرو. ولو انت مهتم تعرف اكثر عن هذا الممثل المخضرم والكبير، ترى فيه فيديو في قناتي في سلسلة القصة سولفت فيه عن كل تفاصيل حياة هذا الإنسان من يوم طلع من بطن أمه وإلى تاريخ هذاك الفيديو. توم هولاند يا جماعة مؤدي شخصية سبايدر مان قرر انه ياخذ بريك او استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي ومن الانترنت بشكل عام، وعلق وقال انه السبب بانه جالس يقرأ بعض التعليقات والاخبار اللي تتعلق فيه وقاعدة تسبب له ازعاج بين فترة وفترة، فيما معناه يعني، بل انه هذه التعليقات والاخبار بدأت تأثر عليه نفسيا، فايب قرر انه يترك السوشيال ميديا للابد او الى فترة معينة. افتكر مرة سألني واحد من العيال يقول يا وجيه انا احيانا اقرأ التعليقات في فيديوهاتك او في المنشورات اللي انت تنشرها واشوف تعليقات للامانه مره مستفزه، لو اني انا مكانك والله اروح ارد عليهم واتضارب معاهم واسوي مشاكل معاهم. قلت له هي هدي يا سوبرمان، روق، انت تعرف مين اللي جالس ورا الكيبورد؟ انت عارف مين اللي جالس ورا شاشه الجوال؟ الشخص هذا اللي قاعد يسبك وينتقدك او انه قاعد تشوف تعليقاته في السوشيال ميديا؟ قال لي لا، السوشيال ميديا مليانه انواع البشر، فيها الصالح وفيها الطالع، فيها الغبي وفيها الذكي، فيها الانسان وفيها الحيوان، واي احد من ورا الشاشه يقدر يقول اللي يبغاه هذه الايام. فليش اكلف على نفسي وارد عليه او حتى اعطيه شويه من وقتي او شويه اهتمام؟ رد عليه صاحبي وقال يا اخي احنا في النهايه بشر يا وجيه، لابد الكلام ما ياثر علينا في مرحله ما، مهما تحملنا ومهما ادعينا اننا ما احنا متاثرين. طيب يا جماعه اتوقع انه توم هولاند زي صاحبي هذا. للامانه انا ماني جالس الوم احد او انظر على احد، البشر نفسياتهم مختلفه وتجاوبهم مع الاشياء من حولهم مختلف من شخص لاخر. في ناس ما يهمهم شيء وفي ناس تاثر عليهم الكلمه الصغيره والكبيره. وبشكل عام يا جماعه السوشيال ميديا للامانه عالم تعيس وقاسي، يحتاج انك تكون ميت قلب علشان تمشي امورك فيه، او تسوي زي توم هولاند وصاحبي وتسحب عليهم فتره كذا وترجع، او تسحب عليها للابد.
نشرت نتفليكس ملصق ترويجي للجزء الثالث من فيلم إنولا هولمز. حرفيا انا ما اعرف ايش اقول لكم نتفليكس، بس اللي صمم لكم هذا البوستر اللي فرحانين فيه وناشرين وانتم في السوشيال ميديا، اللي صمموا لكم يا انه كان سكران، يا انه كان متعاطي حاجه، او انه ما كان نايم كويس، او انه لما اعطيتوه مهمه تصميم هذا البوستر راح وكتب في اليوتيوب كيف تتعلم الفوتوشوب في 10 دقائق. لا حقيقي، ايش الهبل هذا؟ انتم شايفين البوستر؟ ايش الفوضى هذه؟ تشويق، حركات، الشخصيات الرئيسيه واضحه والغير مهمه ما هي واضحه. لا سبهل انا، معليش. جورج آر آر مارتن يا جماعة طلع قبل فترة وجلس يطبل لمسلسل ساند مان تبع نتفليكس، وقال انه يتمنى انه هذا المسلسل يستمر لعدة مواسم، فيما معناه يعني المسلسل مرة اعجبه. والله شوفوا يا جماعة، انا بديت اشك انه الادمي هذا مرتشي او انه مشتري اسهم في شركة نتفليكس وديزني. عنده تصريحات احيانا خليك تقول معقولة هذا اللي اخترع عالم اغنية الجليد والنار؟ لا في شيء غلط، والله من جد في شيء غريب. ما علينا، نروح للخبر اللي بعده. إعلان جديد للموسم الخامس من مسلسل كوبرا كاي، واللي راح يتم عرضه على منصة نتفليكس في شهر سبتمبر من هذه السنة. أنا للأمانة ما تابعت المسلسل، تابعت كذا جزء منه وما ناسبني وتركته، بس ترى يا جماعة المسلسل هذا له جمهور مرة كبير حول العالم، بس الجمهور هذا معطيها وضعية عصامي، تابعون المسلسل ومبسوطين فيه ولا أزعجوا أحد فيه، ما يقولوا لك تابعوا، تابعينه ومبسوطين، فجربوا تعطوه فرصة يمكن يعجبكم، عن كاراتيه وحركات كذا عارفين. صورة رسمية جديدة لشخصية أتوم سماشر من فيلم بلاك آدم. مثل ما قلت لكم لما سوينا تريلر رياكشن لبلاك آدم، أنا ما أعرف شخصيات هذا الفيلم ولا قرأت الكوميك ولا أعرف أي شيء عن شخصية بلاك آدم سوى الأشياء اللي شفتها في التريلر، فما أدري هل هذه الشخصية شخصية أتوم سماشر راح تكون شريرة أو طيبة، الله أعلم، وكل شيء راح يصير واضح لما نشوف الفيلم، واللي بالمناسبة ما عاد بقي على عرضه إلا تقريبا شهرين. فيلم بلاك آدم يا جماعة واحد من الأفلام اللي أنا مرة متحمس لها هذه السنة، وأتمنى إنه يكون قد الحماس والانتظار. من عارف ليش كذا عندي أمل كبير إنه الفيلم هذا بيكون مرة رهيب. قبل 7 شهور تقريبا يا جماعة بدأ تصوير مسلسل ون بيس الحي، ولكن قريب طلعت بعض الأخبار تقول إنه تم الانتهاء من تصوير هذا المسلسل، يعني بعد 7 شهور من بداية التصوير انتهى التصوير. إذا أنت متابعني في تويتش أنت عارف إني ناوي أتابع أنمي ون بيس، بمعنى إني ما أقدر أحكم لا على هذا المسلسل ولا على هذا الأنمي لس، بس إني جالس أقرأ ردود الناس أو بالتحديد فانز ون بيس حول هذا المسلسل الحي اللي المفترض إنه يصدر على منصة نتفليكس في الأعوام القادمة أو في السنة القادمة، من عارف متى بينزل صراحة. بس حرفيا يا جماعة 90%، ما راح اقول 99%، 90% من التعليقات تقول انه الفكرة بحد ذاتها ما لها اي 66 لزمة، وانه انمي ون بيس ما يصلح يكون الا انمي، لا تحولوه الى فيلم حي ولا الى مسلسل حي، ايا كان المخرج وايا كان المنتج وايا كان الكاتب وايا كانوا النجوم. فكرة انك تسوي عمل حي لون بيس فكرة غير جيدة على الاطلاق، واكرر هذا مش كلامي، هذا كلام الفانز تبع ون بيس ومعظم المهتمين بعالم ون بيس. ولكن علشان نقطع الشك باليقين، انت عزيزي الفانز لون بيس، هل تشوف انه فكرة تحويل ون بيس الى مسلسل حي او فيلم حي فكرة جيدة ولا لا؟ يعطيكم العافية يا جماعة، الى هنا نكون وصلنا الى نهاية اخبارنا لهذا الاسبوع. شاركوا لي في القناة لو ما كنتم مشتركين، ولو اعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لانه اكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناة. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجودة في صندوق الوصف. يعطيكم العافية، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.